الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن مزالتي ومن المزالة والعثرات أيضا عدم تحديد الهدف في ابتداء الطلب. عدم تحديد الهدف في ابتداء الطلب، أنت ماذا تريد؟ أريد أن أكون عالما. طيب عالما موسوعيا جامعيا مطلقا؟ الجواب لا، ما يستطيع هذا أحد. قليل في هذا الزمان من تجده عالما موسوعيا يلم بكل الفنون والمسائل، هذا نادر جدا قليل. إذا لابد أن تحدد هدفك العلمي وتنظر إلى ميولك في الفنون حتى تبحر في هذا الذي أنت تتقنه ونفسك تميل له وترى قلبك منشرحا عند سماع مسائله. فبعض الناس فتح الله عليه القواعد والأصول، خلاص أبدع أنت في هذا المجال وانفع الأمة فيه، لا تقعد تصر يعني تلوي همة قلبك إلى أن تكون مفسرا. لا، إذا لابد من تحديد الهدف حتى يختصر عليك الطرق. ما دام هدفك أن تكون أصوليا فإذا استكثر من كتب الأصول والنظر فيها والقراءة والاطلاع عليها وتحقيق مسائلها. انفع الأمة في هذا الفن، محددا عليك بكتب الحديث، مفسرا عليك بكتب التفسير. هذا التحديد إما أن تعلمه أنت من نفسك أو يعلمه طلاب العلم اللي يحيطون بك أو تسأل شيخك عنه، لأن الشيخ ربما تكون له فيك نظرة يقول والله أنت يا فلان ترى ينفع لك الله في التفسير، ما شاء الله كلامك في التفسير مؤصل. فإذا خلاص انطلق في علم التفسير، لا تطلب من نفسك أن تكون موسوعية فتقرأ اليوم في كتب البلاغة وبكرة في كتب النحو وبعدها في كتب اللسان وبعدها في كتب العربية وبعدها في كتب التفسير. ايش تبين تصير أنت؟ ماذا تريد أن تكون أنت؟ عدم تحديد الهدف عند كثير من طلبة العلم إلى الآن هو الذي أشكل عليهم، لم يجعل له نقطة يريد أن يصل إليها أو غاية يريد أن ينتهي بها المقام إليها. هذا هو الذي يا إخواني أريد أن أنبه عليه، وهو أنك تحدد ميولك في العلم. الفنون العلم فنون الشريعة كبيرة، أنت ماذا تريد أن تكون؟ حدد، لأن سيرك العلمي سيكون مبنياً على هذا التحديد.